أهلا بكم مشاهدين في هذه التغطية الحية والمباشرة لواحدة من أندر الظواهر التي يشهدها العالم والتي تحدث مرتين على أرض مصر، وهي تعامد الشمس على قدس أقداس معبد الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل بأسوان. وطبعا زي ما تابعنا مع حضراتكم هناك حضور كبير من السائحين الأجانب والعرب وأيضا الزوار المصريين الذين أتوا خصيصا للاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة والتي تتكرر مرتين كل عام. المرتان يكون يومي 22 من أكتوبر وأيضا 22 من فبراير كما نتابعها اليوم، و بعد قليل يجتذب أنظار العالم وتتجه أنظار العالم نحو هذا المعبد لمتابعة هذه الظاهرة، حيث تتسلل أشعة الشمس داخل المعبد لتصل إلى قدس الأقداس والذي يبعد عن المدخل بنحو 60 متراً، لتشع الشمس نورها على منصة عليها تمثال الملك رمسيس الثاني وهو جالسا، وبجواره تمثال الإله رع حور والإله أمون والإله بتاح، ولكن لا تتعامد الشمس إلا على وجه الملك رمسيس الثاني ولا تتعامد على وجه تمثال بتاح والذي كان يعتبره القدماء المصريون إله الظلام. معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان يعد واحداً من أشهر المعابد الأثرية الموجودة في مصر، ويقع بجانبه أيضاً معبد صغير أنشأه الملك رمسيس الثاني لمحبوبته ولزوجته نفرتاري، وهما متقابلان لا يفصلهما إلا واد صغير. وقد بدأت عملية إنقاذ معبدي أبو سمبل في ستينيات القرن الماضي من قبل فريق متعدد الجنسيات من علماء الآثار والمهندسين، وهذا كان بالتعاون ما بين اليونسكو وبالطبع مصر. وقد استغرق العمل لنقل المعبدين قرابة 6 سنوات ليعاد تشييدهما في موضع أعلى بحوالي 64 متراً، وقد بدأ العمل بتقطيع المعبدين بعناية فائقة، وقد تم تقطيعه إلى كتل كبيرة وتم نقلها وأعيد تركيبها مرة أخرى في موقع جديد على ارتفاع حوالي 64 متراً عن سطح مياه بحيرة ناصر وعلى بعد حوالي 180 متراً من الموقع الأصلي. وهذا في واحدة من أعظم تحديات الهندسة الأثرية في التاريخ. مشاهدينا ننتظر بعد قليل سطوع الشمس وشروق الشمس ودخول أشعتها إلى قدس الأقداس، وكما نتابع مع حضراتكم هناك توافد كبير لعدد من السائحين الذين أتوا خصيصا لمتابعة هذه الظاهرة والتي تحدث على أرض مصر في تحديدا في محافظة أسوان، وتحدث مرتين كما ذكرت لحضراتكم. اليوم هي المرة الأولى في العام وهي في 22 من فبراير. هناك روايتان ربما حول أسباب تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني. الرواية الأولى وهي أن المصريين القدماء صمموا هذا المعبد بناء على حركة الفلك، وكان الهدف هو تحديد بدء الموسم الزراعي وتخصيبه. أما الرواية الثانية فهي أن هذين اليومين يتزامنان مع مولد الملك رمسيس الثاني ويوم جلوسه على العرش، ولكن لم يثبت بعد صحة أي من الروايتين. معبد أبو سمبل كان قد تعرض عقب بناء السد العالي للغرق، وهذا كان نتيجة تراكم المياه خلف السد، وتم بالفعل عملية نقله وإنقاذه، والذي تم كما ذكرت لحضراتكم بالتعاون بين منظمة اليونسكو الدولية والحكومة المصرية. معبد أبو سمبل عندما تعرض إلى الغرق تم تفكيك أجزاء وتماثيل المعبد مع إعادة تركيبها في موقعها الحالي، والذي يرتفع عن سطح الأرض حوالي 64 متراً بالطبع للحفاظ عليه من أي تعرض لأي من الظواهر الغرق.
العالم يعتبر هذه الظاهرة ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني هي من الظواهر الفلكية الإعجازية، نظراً بالطبع لتعامد الشمس في هذا التوقيت تحديداً من كل عام على وجه رمسيس الثاني فقط، وأن أشعة الشمس تدخل وتتسلل إلى المعبد لمسافة 60 متراً لترسى في الآخر حول أو على وجه رمسيس الثاني.
إذن هي دقائق قليلة مشاهدينا تفصلنا عن متابعة هذه الظاهرة الفلكية النادرة التي دائما ما نتابعها في هذا التوقيت من كل عام، وهي تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني قدس الأقداس في معبد أبو سمبل في أسوان. وكما نتابع أيضا هناك حضور كبير من عدد من السائحين الأجانب والعرب أيضا، وبالطبع الزوار المصريين الذين حضروا خصيصا للاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة، والتي كما علمنا تتكرر فقط مرتين كل عام. ومعجزة هذه الظاهرة وتعامد الشمس يومين على وجه رمسيس الثاني ربما هي في أنهم مختارين ومحددين عمدا قبل عملية النحت التي تمت لتمثال رمسيس الثاني، وهو ما يستلزمه ذلك من معرفة تامة بأصول علم الفلك وأيضا حسابات كثيرة لتحديد زاوية الانحراف لمحور المعبد عن الشرق، بجانب بالطبع المعجزة في المعمار التي نراها حاليا مع حضراتكم، وبالطبع حالة من الانبهار على وجه الحاضرين لهذا البناء الضخم والدقيق. بالطبع هذه الظاهرة تبدأ أو تحدث يوم 22 من شهر فبراير وأيضا 22 من شهر أكتوبر من كل عام، وهي تجذب أنظار العالم أجمع كما ذكرت لحضراتكم. تتسلل دائما في هذا التوقيت ولمدة 20 دقيقة أشعة الشمس إلى داخل بهو الأمامي للمعبد لتصل إلى قدس الأقداس والذي يبعد عن المدخل بنحو 60 مترا، لتشع الشمس نورها على منصة عليها تمثال الملك رمسيس الثاني وهو جالسا، وبجواره ثلاث تماثيل أخرى وهي تمثال الإله رع والإله أمون والإله بتاح، ولكن الشمس لا تتعامد على وجه تمثال بتاح والذي كان يعتبره القدماء إله الظلام، وهي أيضا تعتبر من المعجزات، وهي تحديد من يتم أو من على من تتعامد الشمس دون غيره على الرغم من وجود مسافات قليلة جدا بين التمثالين، وهي من أحد الإعجازات في الهندسة وبناء هذا المعبد. طبعا معبد أبو سمبل والذي يقع بمحافظة أسوان يعد واحدا من أشهر المعابد الأثرية الموجودة في مصر، والتي تلقى اهتمام كبير جدا من السائحين الذين يزورون محافظة أسوان في أي وقت. وأيضا بيقع بجانب معبد أبو سمبل معبد صغير بناه الملك رمسيس الثاني لزوجته نفرتاري، ودائما ما تشهد محافظة أسوان قبل هذه الظاهرة ومتابعة هذه الظاهرة عدد كبير من الاحتفالات الخاصة لاستقبال هذه الظاهرة، مثل احتفالات الصوت والضوء، وده بيكون فيه وجود عدد كبير جدا من الحاضرين من السائحين، وبيتم بالطبع فيها عرض عدد كبير من التاريخ المصري الفرعوني، ويتحدث كثيرا تحديدا في هذه الظاهرة عن ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في هذه الظاهرة الفلكية النادرة. طبعا تعرض معبد أبو سمبل للغرق، وقد بدأت عملية إنقاذ معبدي أبو سمبل في ستينيات القرن الماضي من قبل فريق متعدد الجنسيات، وكان تحت إشراف مصر بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وكان هناك علماء للآثار والمهندسين. عملية نقل المعبدين استغرقت حوالي 6 سنوات، وتم إعادة تشييدهم مرة أخرى في موضع أعلى بحوالي 64 متر عن سطح الأرض، وبدأ بالفعل العمل بتقطيع المعبدين بعناية فائقة لكتل كبيرة وهي على الوضع الذي نراه الآن، وتم تركيبهم من جديد على ارتفاع حوالي 64 متر عن سطح مياه بحيرة ناصر، وأيضا على بعد حوالي 180 متر من الموقع الأصلي. كما ذكرت لحضراتكم يعني تعددت الروايات حول هذا التاريخ، تاريخ 22 من فبراير وأيضا 22 من أكتوبر، والذي ربطه المصريين القدماء بموسم الزراعة وموسم الحصاد.
إذن مشاهدينا هي دقائق من الفخر شعرنا بها جميعا كمصريين لانتمائنا لهذه الحضارة التي تابعنا مدى الدقة التي كان بها تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، وطبعا تابعنا مع حضراتكم الانبهار الذي بدا على كل الحاضرين والشغف أيضا وحرصهم على توثيق هذه اللحظات الهامة التي بالطبع لن تنسى من ذاكرة كل الحاضرين هنا على أرض مصر، أرض الحضارة وأيضا أرض ومنبع العلوم. مشاهدينا كانت هذه تغطيتنا الحية وبث المباشر لهذه الظاهرة الفلكية النادرة والتي تحدث فقط يومين في العام، 22 من فبراير وأيضا 22 من أكتوبر. بشكر لحضراتكم جميعا طيب المتابعة لهذه التغطية الحية ودمتم في أمان الله.